ننتقل إلى ملف آخر في هذه الساعة وتحديدا إلى لبنان، حيث قالت مذكرة صادرة عن مصرف لبنان المركزي إن البنك أنشأ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها. كما قالت المذكرة إن مهمة اللجنة إعادة هيكلة البنوك ودراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي. هذا وتستعد المصارف اللبنانية لإجراء تغييرات كبيرة بعد أن غرقت البلاد في أزمة مالية في أكتوبر الماضي، حيث أدى الانهيار المالي إلى شح في الدولار وقفزة في معدلات التضخم والبطالة والفقر، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما ساهم في زيادة الاضطرابات التي تشهدها البلاد. على كل حال، المزيد من التعليق من بيروت ينضم إلينا سيد باسل الخطيب المحلل الاقتصادي. أستاذ باسل، أرحب بك معنا أيضا في هذه الساعة. أهلا بك. نعم، إذا هذه القرارات التي تم اتخاذها هل من شأنها بالفعل النهوض اقتصاديا بلبنان في هذه الفترة؟ هل آخر كلمتين ما سمعت صراحة؟ هل تسمعني بوضوح سيد باسل؟ إيه، بس آخر كلمتين. نعم، فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية يعني التي ذكرناها الآن والتي قامت باتخاذها لبنان، هل من شأنها بالفعل النهوض اقتصاديا بلبنان مرة أخرى في ظل أزمة اقتصادية عارمة تعاني منها لبنان؟ ما في قرار أبدا 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 بلبنان ممكن ينهض بالاقتصاد اللبناني مهما تم تطبيق خطط وبرامج ومساعدات أبدا، إلا أن يشمل هذا القرار الإصلاح الجدي ومكافحة الهدر والفساد واستقلالية القضاء والعمل على خطة جدية إصلاحية للكهرباء. اليوم المشكلة مش من المصارف، المشكلة أن المصارف طلب منها أنه تدين الدولة، دولة القيمين عليها هن سياسيون فاسدون. تعثرت الدولة عن السداد بسبب الفساد والصفقات يلي قام بها السياسيون اللي هن قيمين على هالدولة. فالمشكلة مش بالمصارف. أي نعم نعم، أنا أقر بأن المصارف أخطأت في مكان ما عندما حولت إلى الخارج، وكان في عندها استنسابية بتحويل المبالغ إلى الخارج، ولكن الدولة والسياسيين هم المسؤولون. المسؤولون السياسيون هم من يتحملون هذه الأزمة التي وصل إليها لبنان. طيب سيد باسل، إذا سمحت لي في هذا السؤال، يعني الآن ربما أنت تتحدث عن إصلاح جذري، عن مكافحة يعني هدر الأموال، مكافحة الفساد، استقلال القضاء. نعم. السؤال الآن، أن هذه المطالب هي مطالب الشعب اللبناني منذ أكثر من سنة، إذا على من يعول الشعب اللبناني في هذه المطالب أو لتحقيق وتلبية هذه المطالب سيد باسل؟ يعني يعول على الثورة، ولكن الثورة لم تنجح 100%، لأنه نحن بعدنا اجت حكومة جديدة، والحكومة الجديدة بعدها عم تكون محسوبة على طرف واحد أو طرفين، هم حزب الله وتيار رئيس الجمهورية وصهره وزير الخارجية الأسبق أو السابق. واليوم في عندك الأطراف الأخرى الحاكمة في لبنان أو الشريكة يعني في لبنان بالحكم، ليست ممثلة أبدا بالحكومة. لذلك هو يعول على يعني الشعب يعول على ثورته، ولكن لازم يكون في عندك دائما قرارات حاسمة إصلاحية. كان يعول لما أجت الحكومة الجديدة عول عليها واتكل عليها، ولكن طلعت الحكومة الجديدة عم تتصرف كسابقاتها من الحكومات السابقة. لذلك ما في عندك إلا حلين، يا أما الشعب اللبناني لازم يثور كله، يعني 4 مليون لبناني لازم الكل. ولكن ألا ترى أن يعني ربما هذه المظاهرات والاحتجاجات التي من الممكن أن تظهر من جديد سيد باسل، يعني ربما تكلف الدولة عبئا اقتصاديا آخر أو زيادة في العبء الاقتصادي؟ يعني أكيد بدها تكلف الدولة اللبنانية عبء اقتصادي زيادة، ولكن ما بقى في عندك حل. لبنان يتدهور، نحن نعيش أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية منذ تاريخ تأسيس لبنان. فإذا بدهم يتراجعوا الثوار يعني خلص بتكون فشلت الثورة على الآخر، وإذا كملوا
مفروض فيهم يستمروا، ولكن الشعب اللبناني مستسلم. يعني هيدي يعني عندك 200 300 الف ازلام لطائفه معينه، وعندك 1.5 مليون ازلام لطائفه معينه ولا رئيس الحزب السياسي اللي ممثل فيها الطائفه باكثريتها، ومليون ونص كمان لبناني وهيك، وعندك الطائفه الاطراف المسيحيه والسنيه والدرزيه كله ممثل بزعيم معين، لذلك الاقليه هن الثوار، مشان هيك ما عم تنجح 100%. وبنفس الوقت لبنان بلد متلقي للقرارات الدوليه، شو ما بيصير عندك برا بالخارج من دول عظمى بتقرر مصير لبنان هو اللي عم بيصير. طيب في هذه النقطه تحديدا سيد باسل، يعني كونك تحدثت عن المجتمع الدولي، اذا نتساءل هنا ماذا يريد المجتمع الدولي من لبنان، أو ما هي الخطط ربما التي يضعها المجتمع الدولي لبنان في هذه الفترة، أو بشكل آخر كيف يرى المجتمع الدولي لبنان الآن؟ المجتمع الدولي، لا أخفي عليك ويمكن معظم الناس تعلم، أنه اليوم لازم يكون لبنان ينأى بنفسه عن التدخلات الخارجية، لازم يكون حزب الله ما عم بيتدخل يعني بالسياسة الخارجية مع لبنان، ما عم يطبق السياسه الايرانيه بلبنان، لانه هذا اللي عم بيصير. فالمطلوب اليوم انه، ولكن البعض يقول ان ذلك صعب للغايه سيد باسل، حيث يعني ان حزب الله هو احد مكونات الرئيسيه للشعب اللبناني. انا بقول لك هذا صعب، نعم صعب، ولكن نهار اللي بتتفق وبيصير في تسويه بين ايران وبين امريكا وممكن السعوديه، نعم، ساعتها رح يكون انه حزب الله يا اما خلص انتهى دوره، يا اما بينتهي دوره العالمي او العربي وبيصير بس حزب سياسي بلبنان، نعم، ما بيعود يحكي بالسلاح تبعه، بيصير حزب سياسي. فهيدا صحيح صعب، ايه، وطالما انه ايران يعني عم تساوم على ورقه مهمة جدا على عدة أوراق وعدة مواضيع عالمية، لذلك رح تخلي حزب الله بإيده ورقة مهمة تعتبرها. وضحت الصورة. نعم. سيد باسل، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف باسل الخطيب المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.